المواهب المحلية والعربية بتتجدد معنا كل أسبوع ليعرفونا على قصص بداياتهم ونجاحاتهم. ذوق الخاص وإحنا بنحاول دايماً نرضي جميع الأذواق. عالم الأحجار ومعانيها مع مصممة الإكسسوار الأردنية لمقصوص، الحقائب العملية والمتميزة بنفس الوقت مع مصممة The Coco Girl. جمال وأخطاء مشاهيركم المفضلين بأزياءهم بالسيلابرتي ستايل، أزياء على الموضة في فترة الحمل مع فرح الأسمر بالماست هاف. برحب فيكم بحلقة جديدة من بلام، حضرينكم أخبار أسبوعية من مختلف الأفكار والبصمات. خليكم معنا. ألوان الحجار والطاقة الخاصة بكل لون وكيف بتأثر علينا رح تعرفنا أكتر بالصوت والصورة مصممة الإكسسوار لمقصوص، فخليكم معنا. بعد ما شفنا هالتصاميم الكثير حلوه ومميزه وفريده بدنا نعرف من وين كيف بلش الموضوع مع لوما، من وين انت حسيتي انه عندك هاي الهوايه او الشغف لتصميم المجوهرات؟ إيه هلا كل شيء طبعا صار بالصدفه لانه انا درست حقوق، فيعني الموضوع جدا ما له علاقه. لانه وقت ما تخرجت للاسف ما كان في شيء يعمل يعني اقدر ادرسه بالفنون بهداك الوقت، وكنت دائما احب الرسم واحب الفنون. وبتذكر انه انا صغيره تيتا الله يرحمها كانت تشتغل كثير بالكروشيه وتشتغل بايدها وتعمل بالخرز، فأكيد هذا الشيء ألهمني يعني وضله بذاكرتي. كبرتي عليه؟ كبرت عليه بالضبط، ودائما كنت أحب إني أعمل مثلا أغير شغلات بلبسي، أغير عقودة كانت عندي. صار النصيب وتجوزت، عشنا باليونان، وفاجأني مرة جوزي بكورس أو بدورة كانت عم تعملها فنانة مصممة مجوهرات ودرست معاها، ضليتني وتابعت، صرت أعمل قطع لإلي، كل لبسه مثلا اعمل شيء الاكسسوار، طبعا الاكسسوار تبعها. وفي قهاوي كثير حلوه بالمنطقه اللي كنا عايشين فيها، لما كنت اطلع اوقات كان في ناس يوقفوني ويسالوني مثلا من وين جبتي هاي القطعه، واكون قاعده بالفعل واقول لهم انه شغلي. وفي صاحبه كنديه لإلي يعني دائما بتذكرها شجعتني اني ابدا، وصاروا صحباتي يعملوا طلبات عندي وكذا وشجعوني بالفعل، وكنا نعمل حفلات وجمعات قهوة ويعزموا صحباتهم ومورنين كوفيز طبعا صبحيات، وعجبهم كثير الشغل. واكيد انا بتشكر يعني لانه هاي هي كانت بداياتي. تشجيع من صحباتي؟ التشجيع من صحباتي اكيد اكيد. وزوجك اللي بنوجه له تحية وبنشكره كثير. شكرا. يعني من اليونان بعدين انتقلتي لعمان. نعم. ولقيتي نفس الإقبال على مجوهراتك برضو عنا هون؟ إيه الحمد لله، ضليتني مكملة بالمجال اللي أنا فيه مع إضافات لأيتمز معينة. كل مثلا سيزن كل فصل ممكن إني أطلع لي بنحفة شكل، يعني دائما صحباتي بيقولوا لي هيك. أوقات بعمل مثلا ممكن للشتاء بسنة من السنين عملت اكسسوارات تنحط على البوات على أساس إذا يعني مثلا الوحدة ما بدها تجدد البوت اللي عندها بس ممكن تجدد اللوك اللي عندك، عرفتي كيف علي؟ فكان في اكسسوار إنه ينحط على هذا البوت وأوتوماتيكيا بطلع بشكل جديد. وشغلة تانية مثلا بالصيف بعمل
خلينا نقول سليبرات للبحر للبحر بس كلياته مصنوع من الجلد وبدخل فيه الحجار الشورافسكي. في اشياء بتدخل فيه شبر، في اشياء بتدخل فيه كلف، يعني كلياته مشغول بالايد كله بالايد. كل شغلك كل شغلي بالايد. كل شغلي بالايد نعم، كل شيء يعني اكثريه الشغلات. هلا طبعا الفضه والذهب المطلي اكيد انه بستعين في المشغل فيها. لما هيك احنا وصلنا عند الكولكشن اللي انت مصممتيها ليزن ايوب فند او صندوق يزن ايوب اللي بيروح رايها لصالح اطفال مرضى السرطان. مرضى السرطان نعم. انا شايفه هون احلاء ومسابح واساور، خبرينا تعليقات. كان هذا بداية المشروع بيني وبين مدام رابحة ايوب ونادين لاما اللي هم كانوا حابين يعملوا إشي لذكرى يزن أيوب، فقمنا بتصميم هاي القطع المجموعة اللي هي عبارة عن دائرة فيها أولاد وبنات زي الماسكين إيدين بعض، وطبعا حطينا العين بالنص يعني لتحرسهم بالضبط. استعملنا حجر التركواز بهاي المجموعة وانطلقنا من بعدها لأحجار تانية ودخلنا اللولو مثلا بالقطع، طلينا الفضة ذهب، يعني كل مرة عم ننتج إشي جديد على أساس أنه ريع هاي القطع رح يكون للأطفال بصندوق بمؤسسة حسين السرطان. نعم، نتمنى كل المصممين أنهم يتحفزوا أنه يقوموا بأعمال خيرية مثل ما أنتوا عاملين. بدي أشكرك كثير وبدي شكرا. أذكر أنه كل حدا عجبته القطع تاعت لوماني لما بيقدروا يلاقوها على الفيسبوك جروب، بتكون موجودة هناك، بيقدروا يشوفوها. لوماني ديزاينز. لوماني ديزاينز نعم. شكرا كثير لوجودك معنا. ثانك يو، شكرا لك. احنا بنفتخر بمصممين مثلك عنا بالاردن، بنتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. شكرا. تعالوا معي على نيويورك لنتعرف على الفنان والرسام توم ساكس، لنشوف التكنيك الجديد اللي بيميز اسمه والمعارض اللي شارك فيها. What's it all about? I think for me it's about shopping. I mean I love 57th Street and Canal Street. They're, you know, you can get the same things at both places, really. It's just one's licensed and the other isn't. It's and they're both real. الفنان وصانع النماذج توم ساكس بيعرف الفرق بين الحقيقي والمزيف من خلال دمجه لقطع من أكثر العلامات التجارية المشهورة وتحويلها لقطع فنية. I just wound up as a transitionary thing, going from the high art of architecture to the low art of window display. This is my shop where everything's built. The bandsaw, foot operated, and drill press and sander. This is sort of the welding area where we put things together. It's all like recycling materials and reorganizing things. I mean, this is an Hermes bag. You know, it starts out like this and it turns into this. So this is garbage and this is still garbage, but it's expensive garbage now. A self-portrait of me as Hello Kitty with all my crap, my Hermes belt, my Hest belt. This is army pants, Birkenstock, Pasadena's, Mamiya 7, like Lacoste shirt, Mountain Smith day pack, Cutler and Gross glasses, Mossberg shotgun, and Outsider. That's me, I'm an outsider, Guy Jane. As a kid I used to make cardboard models out of my dad's shirt cardboard and my mom's tampon dispensers. بمعرضه الأخير بعد ساكس شوي عن أسلوبه، لكنه احتفظ بسخريته من الاستهلاكية. This is a model of the Fat Man, which is the bomb that was dropped in Nagasaki 3 days after Hiroshima. And what we're doing is we're building
here's a picture of it. We're building a full-scale model of it in fiberglass. واللي انعرض بصالة توماس هيلي بنيويورك. Lila's enjoying the luxury of the Sony Outsider. It's a very unique environment. It's part atomic bomb, part capsule hotel. It's very much inspired by Comme des Garçons, who again is also crossing over between fashion and art. Tom's work sort of breaks the boundaries of art and fashion and outsider art versus very much insider art. وملك التزييف بيحصل على النتيجة النهائية لأعمال. This guy's really popular. I don't really know who he is, and I saw some of his work in a gallery one time, and I realized I could make this stuff real quick, fake his signature, come out here for a couple minutes, and I'm out of here. This is the hottest item tonight, the Hermes address book. Everybody will be carrying these. The hipsters will be carrying these. Step right up. Make a purchase. Genuine fake. شو تكنيك التي اي باج؟ مصممة الحقائب مي صبح رح تاخدنا معها برحلة خاصة. ستايل الروك مع ريانا وغيرها من أسماء هوليوود بالسيليبرتي ستايل. تعلمي كيف تتألقي بتسعة أشهر من حملك مع فرح الأسمر. كل هاد بعد الفاصل.